الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعي بوابة النهضة للأمة التشادية، نحن اليوم معكم في حفل تكريم السلطان عبد الرحمن أبية عبد الرحمن متلمة، وهذا الحفل يشرف أبناء منطقة ميتو، يشرفون السلطان عبد الرحمن أبية عبد الرحمن. والحفل مقام برعاية خليفة حسين، هو خليفة أبناء ميتو هنا في المملكة العربية السعودية، وسنحتفل جميعا بقدوم السلطان. أتى هنا للزيارة وللعمرة في المملكة العربية السعودية ولزيارة أبناء ميتو هنا في المملكة العربية السعودية، والحفل اليوم مقام تكريما له وتكريما بزيارته، وشكرا. والآن حضر السلطان عبد الرحمن أبية متلمة آل قداي، ويرافقه الخليفة حسين حسن ومجموعة من الأخوان والأهل والمعارف والقرائب. فمرحبا وأهلا وسهلا بالسلطان عبد الرحمن أبية متلمة آل قداي. تحية للسلطان. سويلا بينفيني للسلطان عبد الرحمن أبية متلمة قداي. سويلا بينفيني. سير لا سيريموني الونير دي سلطان عبد الرحمن أبية متلمة قداي. Et cette délégation, soyez la bienvenue. مرحبا وأهلا وسهلا. نعرفكم ببرامجنا اليوم، برنامج الاحتفال للتكريم السلطان عبد الرحمن أبية متلمة آل قداي. نفتتح بالقرآن الكريم ثم النشيد الوطني، كلمة منظم الحفل الخليفة حسين حسن، كلمة القنصل العام أو من ينوب عنه،
كلمة لرئيس الجالية، كلمة للأمين العام السيد إبراهيم محمد موسى، كلمة للسيد محمد عثمان شرار، كلمة بعد ذلك كلمة للسلطان، وبعد ذلك نفتتح الحفل الغنائي. Chers invités, honorables invités, nous allons présenter la menu du programme de la cérémonie à l'honneur de Sa Majesté le Sultan Abdrahman Abeya Abdrahman Matalama Gadaï. Sur la menu, nous avons la lecture du Saint-Coran validé par Fakih Moussa Adam. L'hymne national, le mot de l'organisateur de la cérémonie, Khalifa Hussein Hassan Cheikh, mot du concile ou son représentant ici présent, l'attaché Ibrahim Al-Khalil, mot du président de la colonie à Jeddah, Hussein Issa, mot du secrétaire général du bureau régional de MPS en Arabie Saoudite, Ibrahim Mohamed Moussa, mot du chargé de l'action sociale du MPS en Arabie Saoudite, M. Mohamed Ousmane Ali Sharara, mot de Sa Majesté le Sultan Abdrahman Abeya Abdrahman Matalama Gadaï. Et merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أيها الضيوف الكرام، احتفالنا اليوم تكريماً للسلطان عبد الرحمن أبي آل قداي، وبمناسبة قدومه للمملكة العربية السعودية بغرض الزيارة والعمرة، فتعالوا لكي نتعرف تعريف عن منطقة مويتو. 8000 كيلومتر مربع وتقع شرق أنجمينا على بعد مسافة 2400 كيلومتر. عدد سكان منطقة مويتو 65113 نسمة. أصل سكان مويتو الساوا والبرنو، وأكثر سكان مويتو البلالة. سميت مويتو بهذا الاسم مأخوذة من كلمة ميت بسبب الحروبات التي كانت مستوطنة في المنطقة، العرب، الباقرمي، الكانم،
القرعان، الفلاتة، الهوسة، البرنو، الهجراي، الداجو، الكوكا، الزخاوة، البرجو. وبينهم التعايش السلمي والتسامح والترابط وصلة الرحم فيما بينهم. ميتو أرض زراعية ويزرع فيها أنواع متعددة من المحاصيل، منها الدخن والفول والذرة والسمسم وبعض أنواع الخضروات، وبها سوق كبير يعتبر سوق مركزي يستفيد منه سكان ميتو وضواحيها وخارجها. أهم الرقصات الشعبية القيتة والكوهمة والنقارة، وجميع القبائل يتشاركون في هذه الرقصات الشعبية. وأهل ميتو وسكانها من أهل الكرم والجود، وإذا دخلت غريبا فتعتبر نفسك من أهل البلد منهم وفيهم ومن أهل المنطقة، يكرمون الغريب قبل الغريب. Situé à l'est d'N'Djamena, à une distance de 240 km. L'origine de la population des Moïto sont les Sao, les Bornou, et la majorité des populations des Moïto sont les Boulala. Le nom Moïto a été pris du mot Mout en raison des guerres qui se sont installées dans la région à l'époque. Les tribus qui vivent actuellement à Moïto sont les Arabes, les Bagirmi, les Kanembu, les Gourans, les Fulata, les Hausa, les Bornou, les Hajaray, les Dajo, les Kouka, les Zagawa, les Borgo, etc. Entre ces tribus, il y a la cohabitation pacifique, la tolérance et la bonne relation familiale entre eux. Moïto est un terrain agricole cultivable où on peut cultiver plusieurs qualités de grains comme le pénicillaire, l'arachide, le maïs, le sésame et autres produits de légumes. À Moïto se trouve un grand marché considéré comme marché central ayant bénéficié la population de Moïto et ses environs ainsi que les populations hors de la région. Les importantes danses traditionnelles dans la région de Moïto sont la Kaïta, le Kokuma et le Nougara. Toutes les tribus s'associent sur ces danses traditionnelles. Et enfin, il est certes que les habitants de Moïto sont des gens dégénérés et de bonté. Et merci beaucoup. حالة الاجتماعية متزوج رزقه الله بالبنين والبنات. قدم إلى المملكة العربية السعودية في عام 1987، وفي سنة 1992 عين خليفة بالمملكة العربية السعودية في عهد السلطان أبي عبد الرحمن متلمة القدر، خليفة للشعب ميتو وضواحيها في المملكة العربية السعودية إلى تاريخنا اليوم. وهو مؤسس من مؤسسين الحركة الوطنية للإنقاذ MPS، وهو من الداعمين معنويا وماديا وفكريا، ووظيفته نائب أمين الصندوق للمكتب الإقليمي MPS بجدة، وأيضا عضو في المكتبة الجالية ومنسق ما بين شيوخ القبائل والسلاطين، وكذلك رئيس لمكتب شيوخ القبائل بالمملكة العربية السعودية، وكان رئيس لجنة الانتخابات لمكتبة الجالية المكلفة بالانتخابات لدورته ما بين 2017 و2018. عنوان الخليفة حسين مقره جدة حي الجامعة كيلو 6، مكتبه مفتوح ليل ونهار للنساء والرجال والكبير والصغير وما يخص هموم الجالية. فتحية للخليفة حسين حسن، وليتفضل ليلقي لنا بكلمته. خليفة حسين حسن الشيخ. خليفة حسين حسن الشيخ
et père de famille, marié et père de fils et filles, arrivé en Arabie Saoudite depuis 1987 et en 1992, fut nommé Khalifa en Arabie Saoudite à l'époque de Sa Majesté Abaya Abdrahman Matlama Gadaï. Il est le Khalifa du peuple de Maïto et ses environs résidant en Arabie Saoudite jusqu'à nos jours. Khalifa Hussein est parmi les fondateurs du bureau régional du mouvement patriotique du salut MPS. Il est un partisan moral, matériel et intellectuel. Trésorier adjoint est son poste actuel au bureau régional de MPS à Jeddah. Et aussi, il est membre dans le bureau de la colonie et le coordinateur entre le chef des tribus et des sultans. Et bien aussi, il est le président du bureau des chefs des tribus en Arabie Saoudite. Khalifa Hussein était le président de la comité électorale au bureau de la colonie chargé des élections pour la session 2017-2018. L'adresse du siège de Khalifa Hussein Hassan est à Jeddah au quartier Al-Jama, Kilo 6. Son bureau est ouvert jour et nuit pour tout le monde, hommes et femmes, grands et petits, pour les préoccupations et problèmes de ces peuples. Merci beaucoup. Merci. باسمي وباسم السلطان عبد الرحمن أبي عبد الرحمن آل قداي نشكركم جزيل الشكر بحضوركم في هذا الحفل جزاكم الله خير وإحسان يا سلطان دول أخواننا اللي هنا قاعدين في المملكة العربية السعودية ليل ونهار حلو ومر هم كلنا معانا ما قصروا معانا أبدا في أي لحظة وبمجيتك بغرض العمرة والزيارة عشان جايين عشان يكرموك قدام الأهل والأخوان جزاهم الله خير ألف شكرا نقول لكم ألف ألف شكر هنا إجنا هنا في المملكة العربية السعودية ما شاء الله دايرين منك وصاية وسينة هنا أخرنا شوية في البلد ده عشان كده بعد الحاجات راح عندنا بنشكر الأخوان أولا قنصل العام الممثل إبراهيم الخليل ونشكر سعادة أمين العام السيد إبراهيم محمد موسى ونشكر أخواني اللي هو كونيليل هاشم جمعة والهادي وباقي الأخوان عمر حسب المكي نائب أمين العام ومر علي وعزاز سوقي والأخوان الخلفاء ديل الخلفاء اللي هنا ايش نسوي في المملكه العربيه السعوديه ما شاء الليل ونهار اذا كان عندنا شيء واقفين معانا بنشكرهم جزيل الشكر ونشكر اخواتنا اللي ليل ونهار كان نقول لهم يلا تعالوا في اللحظه اللي جونا ذاتها بنشكرهم شكرا جزيلا ونشكر الاخوان اللي منظمين اللي نظموا هذا الحفل اللي اعاونونا بماديا وفكريا بنشكرهم جزيل الشكر وكذلك نشكر الاخوان اللي في الاعلام ما نسينا ولا واحد والشباب اللي معنا جزاكم الله خير وكل واحد قال لي وصل فيه بيت بالعافيه والسلام وشكرا. الى كلمه الدبلوماسيه بنائب نيابه عن القنصل العام السيد ابراهيم الخليل فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من والاه جلالة السلطان عبد الرحمن آل الشيخ آل قداي أقصد السيد إبراهيم أحمد موسى الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية نائبه الأخ عمر حسب الله الأخ حسين رئيس الجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية السادة ممثلين الشيوخ والسلاطين والملوك
السادة الحضور بمختلف مسمياتكم البروتوكولية، اسمحوا لي باسم القنصل العام شير نورمي قنصل جمهورية تشاد بالمملكة العربية السعودية بجدة، وباسم زملائي وأصدقائي بالقنصلية العامة لجمهورية تشاد بجدة أن أهني السلطان بمجيئه في المملكة العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية وبالعمرة، نتمنى من الله أن يتقبلها له قبولا حسنا، ولقائه بهذه القائدة العريضة، كما أيضا أهني هذه القائدة أبناء الجالية بصورة عامة وملبني بصورة خاصة بلقائهم بهذا السلطان الكبير. جلالة السلطان، نحن في القنصلية العامة لجمهورية تشاد بجدة نرحب بك بمدينة جدة، ولقائك مع القائدة حقينك هذا يأتي أو هذا يدل دلالة واضحة على أنك توجه توضيحات واضحة في هذا الزمن وفي هذه الفترة لرعاياك. السادة الحضور، جلالة السلطان، نحن بالقنصلية العامة لجمهورية تشاد دائما أثناء إدارتنا لأبناء الجالية بالمملكة العربية بصورة عامة وتوجيهاتنا للجالية نجد أبناء ملبنة أو أبناء البلالة حضورهم قوي دائما، يعني دائما يمثل حضور قوي ومشرف، ونحن قنصلية في القنصلية صراحة نسمن جهود الإخوة هنا في المملكة العربية السعودية على رأسهم الملك وابنه محمد بن سلمان لاستضافتهم لنا في هذه الفترة، ولم ترد لدينا في القنصلية شكوى، أي شكوى من رعاياك هؤلاء، فنحن نحيي فيهم هذه الروح وهذا التسامح والانسجام مع كل المجتمعات الموجودة هنا بالمملكة العربية السعودية. أيها السادة الحضور، الإخوة في الإعلام هنا ما ذكروا علاقة مملكة وداي بأبناء البلالة، لكن أنا عندي معلومة يمكن لأول مرة الجماعة هنا يعرفوها، يعني زمان السلاطين والأمرة في دار وداي ما بيتزوجوا إلا من البلاليات، لأن بنات البلالة كانت سمحات في الزمن ذاك وهسي برضو سمحات، والكلام ده ما أنا قلته ولا ألفته هنا في القاعدة، لكن قالوه أكبر مؤرخين كتبوا عن دار وداي، منهم واحد ألماني بيقولوا عليه اختقال، وكتبوا واحد تونسي محمد ابن عمر التونسي عنده كتاب سماه رحلة إلى دار وداي، الكلام ده موجود في الكتب دي، وكل الطبيعة المحيطة بمنطقة البلالة من ميتو حدود شاري باقرمي إلى حدود دار وداي هنا، منطقة البلالة منطقة غنية بكل المقومات الاقتصادية والثقافية، فده من ما يجعل المرأة البلالاوية من أجمل بنات تشاد. في
في حاجة جلالة السلطان نذكرها لك تاني، المرأة البلالية منتجة الآن لو لاحظت تلقى أي واحدة ما شاء الله يعني واليدين، فمش في دواء خلاص. المرأة أنا يعني قاعد أمشي كثير في المدرسة التشادية، البتجل بتسجل الأبناء للدراسة هي. واللي بتجي بتطلع أكدنسانس وكارت كونسيلير في القنصلية برضو هي. واللي بتشتري بيت هناك في تشاد في مريقيب أو في أي مكان آخر لمستقبل أبنائها برضو هي. فمن هنا نحيي المرأة البلالاوية وإن شاء الله ربنا يوفقها لقدام. لكن كمان أنا من عيبهم عيب صغير كواحد قاعد فيه. الوقت الراهن ده الظروف في البلد هنا، ناس البلد هنا جزاه الله خير يتحملونا فترة طويلة جدا، لكن الآن عملوا إجراءات داخلية في البلد هنا، والإجراءات دي ما من صالح الإنسان المقيم في المملكة العربية السعودية كي يعيش هو وأعيلته. وكل الناس عندهم خطة، بالذات في اليومين دي يقول أنا باقي لي شهرين نودي إيالي، باقي لي 4 شهور نودي إيالي، باقي لي 6 شهور نودي إيالي، بمعنى أنا في الإجازة. لكن هم لسه السنة دي طبعا باعوا جزء من الذهب عشان يجددوا الإقامة، والسنة الجاية دي برضو هيبقوا جزء من الذهب هيجددوا الإقامة، لكن الذهب ده هيكمل. أنا ده ما نتمنى إنه الذهب ده يكمل في تجديد الإقامة، نتمنى إنه الناس يضعوا خطة واضحة الأساس يخلوا الزول اللي بيشتغل يشتغل، لكن الإيال وجزء من الأوين اللي ما شغالات خليهم يمشوا يقعدوا هناك الأساس نقدر نوفروا حاجة. عشان مقعدنا هنا ما يبقى مقعد بالخسارة. أين أولا جينا مغتربين، جينا في البلد دي وجودنا في البلد دي وجود حق إنسان مغترب يعني دار يستفيد، لكن ما شيء الكون خلال السنين الفارت دي كلها الحصدنا ده يودر في خلال سنة وسنتين، ده ما نتمناه لكم. ماذا نتمنى؟ إنه من هنا لقدام الناس يضعوا خطة واضحة على أساس الشيء الكونه ده جزء منه يذهب هناك. وسعادة جلالة السلطان نتمنى إنه كم مشيت هناك تكلم الشباب والشابات على أساس يستقبلوا الأبناء ليوجهوهم في الدراسة ويوجهوهم في الزراعة ويوجهوهم في المناطق حق ملبلي، لأن مناطق منتجة أصلا. أيها السادة الحضور، جلالة السلطان، السادة المشايخ، السادة في الحركة الوطنية للإنقاذ، السادة في الجالية مكتب الجالية، ما يدور في هذه الأيام في بلدنا هناك شيء اسمه الملتقى الوطني لتحديد، أنتوا لو لاحظتوا من المؤتمر الوطني الفات اللي هو تقريبا كم 20 سنة ما حصل أي ملتقى لإنعاش الإدارة. الآن لو لاحظتوا مع بداية السنة يوما باكر 1/1/2018 رئيس الجمهورية كان يتكلم قال لابد من يكون في فورم، لابد من يكون في ملتقى للناس يحددوا فوقه شكل الدولة اللي هي دولة الجمهورية الرابعة. والكلام ده السيمستر الأول كله ما كمل، بس الآن اتحقق. الآن نحن في شرات في شهر 3 والملتقى ده اتحقق. الملتقى ده الآن قاعد بيناقش الأشياء الكبيرة في الدولة، شكل الدولة، المؤسسات الدولة، الأساس إنه مخرجات هذا الملتقى تكون خير وبركة لتشاد وللمجتمع التشادي إن شاء الله. ونحن من هنا من جنب الحرمين ندعو بأن يخرج هذا الملتقى بصورة طيبة وبصورة تصب لصالح الشعب التشادي ولتشاد إن شاء الله.
لا أطول عليكم. سعادة السلطان رعاياك، نحن في القنصلية نقيم من الناس الطيبين وخاصة المرأة، ومن الناس المسالمين ومن الناس المتسامحين مع كل المجتمع، وده يعني إن دل إنما يدل خصال حق سلطنة واضحة والسلطنة معروفة في القدم وفي التاريخ. وشكرا جزاكم الله خير. نو غيميرسيون لاتاشي إبراهيم خليل pour ces belles mots et nous apprécions ces mots et merci, merci beaucoup. À présent, c'est le mot du président des colonies, Hissène Issa Ali. Et avant qu'il vienne se présenter le mot, ils ont signalé qu'il a des armures à présenter pour Sa Majesté le Sultan Abdrahman Abeya, Abdrahman Matalama Al-Gadaya et pour le Khalifa Hussein Hassan al-Sheikh. نشكر السيد إبراهيم الخليل على كلماته وعلى النصائح التي هي من مصلحة الجالية التشادية المقيمة في المملكة العربية السعودية. وبعد أن استمعنا إلى السيد إبراهيم الخليل، نستمع أو يتقدم رئيس الجالية حسين عيسى علي، ولديه هدية أو درع مقدم للسلطان عبد الرحمن أبي متلمة آل قداي وللخليفة حسين حسن. فليتفضل رئيس الجالية حسين عيسى علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية يسرني، بل نحن جميعا في المكتب التنفيذي للجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية باسمي وباسم جميع أبناء الجالية المقيمة في المملكة العربية السعودية، أتقدم بالشكر والتقدير لجلالة السلطان عبد الرحمن أبايا ابن عبد الرحمن آل قدايا سلطاننا العظيم الذي شرفنا بزيارته الميمونة لبلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية. أسأل الله العلي القدير أن يوفقه وأن يتقبل أمرته وزيارته وأن يرده سالما غانما إلى أرض الوطن. وبصفتي رئيسا للجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية، أتقدم بالشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لجهوده المستمرة والواسعة وبمتابعته لمشاكل وشؤون جاليتنا بالمملكة العربية السعودية، والتي انبثق منها الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية. هذه الاتفاقيات أدى إلى إطلاق سراح ما يقارب 1000 شخص من إدارة الوافدين. نحمد الله العلي القدير على هذه النعمة. في البداية نحمد الله ونشكره على هذه النعمة، ثم نشكر رئيس الجمهورية وحكومتنا الرشيدة باهتمامها بشؤون جاليتنا، بل نكن له كل التقدير والاحترام، ونسأل الله له الصحة والسلامة، ونسأل لبلادنا الحبيبة التقدم والازدهار. ولا أنسى في هذا المقام باسمكم جميعا أن أتقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بهذه المكرمة، ونحن نتطلع الكثير منهم لأننا نعتبر المملكة العربية السعودية بلادنا، بل هي بلادنا بالحقيقة،
لأننا مسلمين، وهذه البلاد محبط الوحي، ووجود الهرمين الشريفين يجعلنا من أهل هذه البلاد، ندافع عنها بالدم وبالروح وبكل غالي وبكل نفيس. وأشكر سعادة القنصل العام شير نورمي باهتمامه أيضا بأمور الجالية ونائبه والجميع العاملين بالقنصلية، كما أشكر أيضا معالي السفير عثمان مطر بريمي والعاملين بالسفارة في الرياض باهتمامهم بأمور الجالية، بل بإرسالهم المندوبين لمساعدتنا في إطلاق سراح إخواننا من إدارة الوافدين. وأنا من ضمن أهل هذا السلطان العظيم، أهل ميتو، لأني يربطني سلة الدم وقرابة مع السلطان عبد الرحمن آل قداية، وأنا ابن منطقة ميتو، وأنا ابن ملبني، لأن جدي وجدهم واحد، وأنا أفتقر بذلك. ولا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، أسأل الله العلي القدير لكم جميعا آبائي شيوخ القبائل وإخواني في الحركة الوطنية للإنقاذ، الأمين العام ونائبه والعاملين معه في المكتب، وإخواني العاملين معي في المكتب التنفيذي للجالية. ونحن في الجالية التشادية بابنا مفتوح، والجالية للجميع، ليس لقبيلة ولا لشخص، بل لكل الجالية، وأبوابنا مفتوحة لكم جميعا. من أراد أن يستفسر عن شيء أو يريد مساعدة فنحن مستعدون لذلك، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يسهل لنا أمورنا وأن يسهل لنا تطوير بلادنا لنرجع طوعيا ونعيش وسط أهلنا. وأنا لا أريد أن أطول كثيرا، لأن ممثل القنصل العام قد أبلغ وكفى وتطرق لكل الجوانب، وأسأل الله العلي القدير لسلطاننا القبول، وأسأل له التوفيق والصحة، وأسأل لكم جميعا التوفيق والصحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، باسمي وباسم جميع أبناء الجالية التشادية المقيمة بالمملكة العربية السعودية، نتقدم بهذه الهدية المتواضعة لجلالة السلطان، تعبيرا عن فرحنا وسرورنا لقدومه للمملكة العربية السعودية، بالإضافة لزيارته شخصيا لنا في مكتب الجالية ومكتب القنصلية. نشكره جزيل الشكر ونتمنى له التقدم والازدهار والصحة. Merci beaucoup, le président de la colonie tchadienne, Hussein Issa Ali. Et merci beaucoup pour votre cadeau pour Sa Majesté le Sultan Abdrahman Abbeya Abdrahman Matalama Gadaya et pour le Khalifa Hussein Hassan Sheikh. Merci beaucoup et merci. Hadia. مقدمة من رئيس الجالية بالمملكة العربية السعودية حسين علي، وندل ذلك دل على كرمه وعلى شجاعته لفخامة السلطان عبد الرحمن أبي متلمى قداي. ولاحظنا منذ أن تولى رئاسة الجالية سيد حسين علي، لاحظنا ملاحظة ملحوظة من كل الجالية التشادية، فعهده كان عهد خير على جميع الجالية التشادية واستخراجهم من دار الإيواء. وكذلك نشكر سفيرنا السيد عثمان طر بريمة والقنصل العام نور شورمي وكل من قاموا وبذلوا مجهودات في استخراج الجالية التشادية من دار الإيواء، وعلى رأسهم كذلك السيد مر علي، فكان له كان لهم دورا ملحوظا. شهادة بعدين.
عسكرية. طيب يعني قد ما غير جستي سلطان عبد الرحمن أبايا بن عبد الرحمن آل قدايا أنا عربي سعودي أمانو إي أونو دي مي كوليك بيرو إكزيكتيف إي تو لي ريسورتيسان تشاديان ريزيدان أو رويوم دارابي سعودي نو بريزونتون نو زوفرون سيتي بي كوميموراتيف بور إي لو ميداي écharpe et un certificat d'appréciation pour les efforts déployés par notre sultan pour le développement socio-culturel et économique de notre pays. Nous vous remercions beaucoup. Merci, monsieur le sultan. المكتب الإقليمي السيد إبراهيم محمد موسى فليتفضل. شكرا. الله تعالى وبركاته. نقول لكم بالجملة سيداتي سادتي أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المكتب الإقليمي في المملكة العربية السعودية والخليج العربي منقدم الشكر والتقدير بالنسبة للجنة العليا اللي قدمت لنا الدعوة وجينا حضرنا هذا الاحتفال وتكريم خاص للسلطان عبد الرحمن أبيا آل عبد الرحمن القادي. لنا الشرف في هذا اللقاء حقيقة. اليوم هذا اللقاء يؤكد مدى أهمية هذا السلطان. السلطان إذا كان ذكرنا نقوله أبناء منطقة ميتو نقوله حجر لميس هي تعتبر جوهرة أو ماسة في تشاد لأنه بيضم كل شرائح المجتمع التشادي في منطقة حجر لميس. إذا نرجع في المنطقة ونرجع نقول إن الأخوان البلالة لهم تاريخ. إذا كان رجعنا للتاريخ نقول منطقة كانيم هي كانت أصلاً منطقة للبلالة. إذن في كل الجوانب أنا منأكد بكون أن حضورنا اليوم أن إحنا منشهد بكون أن أبناء منطقة ميتو هم جزء لا يتجزأ من المجتمع التشاد المقيم في المملكة العربية السعودية ونشهد بكونهم أنهم هم مناضلين للحركة الوطنية للإنقاذ رقم واحد. والشيء الآخر بكون السلطان هذا اللقاء رقم اثنين. رقم واحد في السنين الماضية جاء حضر ونحن كنا مسرورين وجيت ذاته كان جاء مع دخول الانتخابات وكان حضوره هو كمناضل درجة أولى في داخل البلد. وعشان كده دائما لمن يجي يكون في لقاءات واللقاءات دي لمن يكون مع الشعب التشادي او كجالية مقيم في المملكة العربية السعودية هذا ينقل الصورة مباشرة الى مقام فخامة رئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو ومليون في المية بيسأل بكون انك انت مشيت المملكة اديت العمرة قابلت الشعب بيقول لهم وي قابلت الشعب وخاصة المناضلين وهذا شرف لي أنا وشرف لكل المناضلين في المملكة العربية السعودية. إذا حضرنا اليوم لهذا التكريم أنا ما بنقدر نزيد أكثر من كذا لأن الوقت ما بيساعدنا ولكن هنيئا هنيئا للسلطان بحضور هذا اليوم وأنا لي الشرف في هذا اللقاء وأمام هذا الحضور الطيب المبارك أن إحنا لينا الشرف ونشارككم اليوم الفرحة وهذا التكريم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا بارك الله. merci monsieur
Le secrétaire général du bureau régional de MPS, Ibrahim Mohamed Moussa. À présent, le mot du chargé de l'action sociale du MPS en Arabie Saoudite, M. Mohamed Ousmane Ali Sharara. بعد أن استمعنا إلى نائب الأمين الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ السيد إبراهيم محمد موسى، نستمع إلى الآن كلمة مقدمة من السيد محمد عثمان شرار. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أولاً أرحب بجلالة السلطان أبي ابن عبد الرحمن القداي على تشريفي هذه الحفلة المبارك، وهو أتى إلى هذا البلد لغرض الزيارة والعمرة، ولكن أبى إلا أن يقابل الجمهور وهذا الوجه النير. وأشكر خليفة سلطان ميتو الأخ حسين حسن شيخ والأخ مر علي وكل الإخوان من جانب ميتو بهذا التنظيم الرائع. وطبعا حضور السلك الدبلوماسي بقيادة الأخ القنصل العام شير نورمي، وتم تكليف رسميا الأخ إبراهيم الخليل والكولونيل الملحق هاشم، وكل الحضور الدبلوماسي الآن تشوفوا لأهمية هذا السلطان الكبير، وأيضا حضور الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ إبراهيم محمد موسى ونائبه عمر حسب الله مكي والنائب الثاني الأخ مر علي. طبعا هو شخصيا يعتبر من أبناء ميتو البر، والأخ مر علي هو القام بهذا التنظيم الرائع. فطبعا وحضور شيوخ القبائل يمثل احترام كبير وتقدير كبير لجلالة السلطان سلطان ميتو عبد الرحمن ابن أبي ابن عبد الرحمن القداي. هذا السلطان الخلوق، هذا السلطان الشاب، وللمرة الرابعة أننا نلتقي بهذا السلطان. طبعا هذا السلطان عندما يأتي للزيارة وللعمرة ما يطرق باب للجالية التشادية اللي يطرقه، ويقوم بتحية الجمهور ومبادلة الوصايا والحديث المفيد للجالية التشادية في المملكة العربية السعودية، ليس للميل بنيه فقط أو للبلالة، إنما للجالية بصفة عامة. طبعا الأخ ممثل القنصل إبراهيم الخليل مشكور، قال الكثير في الجالية وقال الكثير لأبناء البلالة، وهذا حقيقة إنه يشرفنا جميعا. ولأهمية هذا الحفل أخي وزميلي إبراهيم محمد موسى أتى بوفد كبير، أكثر من 15 وفد من المكتب الإقليمي ومن رجال الفرعيات لحضور احتفال الكبير لهذا السلطان الشاب ولهذا السلطان الخلوق ولهذا السلطان الطيب. وحضور الأخوات أيضا يمثل أن المرأة التشادية بجانب الرجل في أي وقت وفي أي لحظة
حتى في الحروب المرأة التشادية حاضرة بجانب الرجل. فالحمد لله طيلة 27 عام فخامة رئيس الدولة الجلنار إدريس ديبي إترو أسس داعم الأمن والاستقرار والمحبة بين القبائل، وهذا ما نلمسه الآن وفي كل وقت. لذلك أهمية السلاطين في بلدنا لأنه أعتبره سند قوي جدا لفخامة رئيس الجمهورية، لأنه السلطة المدنية سواء كان سلاطين أو شيوخ أو كل الإداريين طبعا تدربوا تماما تحت فخامة رئيس الجمهورية وأصبح سند قوي، وبلادنا أصبح يضرب بها المثل بفضل الله. القوة العسكرية الجبارة تضرب كل العدوان في جميع الحدود، والحمد لله اليوم حدودنا مؤمنة بكل النواحي جو وبر وبحر بفضل الله، وبفضل ثم بفضل رئيس الجمهورية ثم بفضل السلاطين والشيوخ وبفضل الجمهور الوفي والجمهور القوي. الآن نعتبرهم كلهم حاملي هوية الحركة الوطنية للإنقاذ، الحزب الكبير، الحزب الأم، الحزب الآن ضم جميع الأحزاب بالاحترام والتقدير، ليس بالتحديد ولا بالمال ولا بكلمة الاحتقار، إنما بالوقار وبالاحترام وبالتقدير. قدرنا بقائد السفينة الأخ إبراهيم محمد موسى يمثل المملكة العربية السعودية والخليج، أصبح المملكة والخليج اليوم 99% كلها MPS، والحمد لله MPS بخير والMPS بنعمة، وكل الأحزاب اليوم كلنا أصدقاء وفي خندق واحد سندس RDP UN MPTT، كلنا اليوم بقينا في حزب واحد، أمورنا مشتركة سواء كان في الانتخابات أو في الأمور التشريعية أو في كل المشاورات، نحن جنبا على جنب مع أخواننا بقية الأحزاب، واليوم هم حاضرين رؤساء الأحزاب المتحالفة معنا مشكورين. وأشكر أيضا رئيس الجالية التشادية بهذا الكرم السخي لجلالة السلطان وبكلمات المعبرة والمؤثرة، والحمد لله الحضور اليوم يوصف أن هذا السلطان ذو إخلاق وذو كرم ويحترم الرجال والنساء والأطفال والعجزة. هذا السلطان قد زورنا عدة مرات في قصره في ميته ونحن شباب صغار في أحد أبهاته وأجداده، ما نرى إلا الكرم، ما نرى إلا الاحترام، ما نرى إلا الاحترام الزايدة. والحمد لله شعب ميتو شعب عظيم، واليوم كلهم على بكرة أبيهم قاموا بالتنظيم نساء ورجال، وأكرمتمونا وأكرمتوا الجمهور كلها والحمد لله. وشايف الفرقة الموسيقية حاضرة بقيادة الأستاذ مدثر، واليوم طبعا الفرحة بيكون عامرة جدا، والنساء اليوم وحضور النساء برضو اليوم يعني شايف حضور كبير جدا، والجمهور جمهور اليوم شايف واقف حتى الكراسي ما هناي لملاقاة هذا جلالة السلطان. وأشكركم جزيل الشكر والإخوة الحاضرين، وطولنا في الحديث ولو نتكلم لنا الصباح ما بسيرة السلطان ما هنخلص، وأشكركم جزيل الشكر. وطبعا دوك بلالم بركم نائب قنصل هند سيغ كلمة طيب، وديدي ديدي تابوه أهدوك بلالي دي زي أربي نبني يعني أهدوك دقوري هذا دارك توقو ديبو دوك بلالي دي أهدوك دا يعني زيجا لازم كتيرك ريو ما تاسو دب كم دان ديبو دوك بلالي داني أتا تركوني أربي يعني ودارك دانا أهدوك زكتوكو وقبائل كنا نرون ذكرت ذكفانكرت يعني هذا الرئيس نقول ونيزك ذك ديفنتر
فزيك تدبل كا وتدبل كا مون كي دا يعني. شكرا. ورضي للسبيان دي تشادي يا سمحة عليك يا الله شيلينا لقدام ود أحمد بجبر ود احمد بجبر لا لكم الظهر بنتي بنات البدر يا الشاي بسكرة والقلب بسروالة سلطان ميتو بير رجاله وده التشاي في زمانة بس قرينا شاديين من قمينا قراية بس قرينا تجاني ينسينا لا لكم انظهروني ودينا لجمينا والله من قمينا وقراية بس قرينا نحن من قمينا وقراية بس قمينا تجاني اندسينا ودونا لنقمينا نحن من قمينا وقراية بس قرينا تجاني اندسينا ودونا لنقمينا تجاني اندسينا ودونا لنقمينا أنا لي كلام بقولا سلطة ميت وبقولا سلطة ميت بس بقولا يا الليلة بس بقولا يا الليلة بس بقولا أنا زيتون قم أنا لي كلام بقوله
بابونا صوت الميت بس بابونا طبع زيتون اكتب Abdrahman Abeya Abdrahman Matalama Gadaya
Et avant qu'il va présenter son mot, nous allons lire la biographie de Sa Majesté. Nom Abdrahman Abeya Abdrahman Matalama Gadaya, fils de Sa Majesté Abeya Abdrahman Matalama Gadaya et de Eljima Idris Adam, né le 11 juillet 1959 à Moïto. Situation familiale, marié, des femmes et père de plusieurs enfants, filles et garçons. Les étapes d'études scolaires. Sa Majesté a étudié sur l'école primaire de Moïto de 1968 à 1975. Il a passé à l'école secondaire collège à N'Djamena de 1975 à 1976. Sa Majesté a étudié le lycée à N'Djamena de 1976 à 1980. Décerné par des certificats d'appréciation entre les étapes d'études et le baccalauréat en 1980. Les fonctions dont il a rejoint. De 1982 à 1984, chef des postes administratifs, chef de PA. En 1990, il a été membre député au Parlement national. De 1991 à 1996, fut nommé secrétaire au bureau de MPS à N'Djamena. En 2000, Abdrahman Abeya Abdrahman est le sultan de Moïto, hérité de son père, Sa Majesté Abeya Abdrahman Abeya Matlama Al-Gadaya. Et aussi président de l'association régionale de l'association région Hajar Lemis. Sa Majesté Sultan Abdrahman Abeya Abdrahman est un médiateur bienveillant pour la réconciliation et la tolération des peuples et des tribus dans la région de Hajar Lemis. Les langues dont il parle, l'arabe et le français. Et merci beaucoup. الاسم عبد الرحمن أبي عبد الرحمن متلمة قداي. الوالد أبي عبد الرحمن متلمة قداي. الوالدة حبابة الجمة إدريس آدم. السلطان مواليد يوم 11 شهر 7 1959 في مويتو. الحالة الاجتماعية متزوج من 4 نساء رزقه الله من البنين والبنات. المراحل الدراسية، درس الابتدائية في مويتو من سنة 1968 إلى 1975. درس المتوسطة في العاصمة N'Djamena من سنة 1975 إلى 1976. درس الثانوية العاصمة N'Djamena من سنة 1976 إلى 1980. منح الشهادة التقديرية ما بين المراحل الدراسية وهي شهادة البكالوريوس سنة 1980. الوظائف التي التحق بها السلطان عبد الرحمن أبي القداي من عام 1990 عضو في البرلمان الوطني. في عام 1982 إلى عام 1984 محافظ مديرية ميتو. من عام 1991 إلى عام 1996 عين السكرتير في مكتب حزمة MPS في العاصمة N'Djamena. وفي عام 2000 إلى الوقت الحالي وظيفته السلطان ميتو وكذلك رئيس جمعية إقليم حجر لميس. وكذلك وسيط خيري للصلح والتسامح بين الشعوب والقبائل في إقليم حجر لميس. اللغات التي يتحدث بها
العربية والفرنسية بطلاقة. نبذة بسيطة عن حياة عن سيرة ذاتية السلطان عبد الرحمن أبية عبد الرحمن متلمة قداي. وكذلك نرحب بأخواته وزوجته الحالية موجودة معنا في الاحتفال، وهي الحبابة أمينة سليمان المعروفة بأمنة سلم. ونرحب بأخواته الميارم متواجدات معنا في هذا الاحتفال، وهم فاطمة أبية عبد الرحمن متلمة قداي، حجماء أبية عبد الرحمن متلمة قداي، إيا كلتوم أبية عبد الرحمن متلمة قداي، عائشة أبية عبد الرحمن متلمة قداي، ميرم كلتوم أبية عبد الرحمن متلمة قداي، أمونة أبية عبد الرحمن متلمة قداي. ترحيب خاص وترحيب قوي لأنهم متواجدات معنا في هذا الاحتفال. فليتقدم السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الممثلة الكونسل، السيدة الأمينة العام حزب MPS، السيدة الكونلين مسؤول الأمين الكونلين هاشم، الرئيس الجالية التشادية، ومع الحضور السلام عليكم. أنا أشكركم جدا جدا، أشكركم كثير، ما أعرف كيف عاوزين الشكر. فالحمد لله أنا إذا كان جيت في عمرة ولا في الحج قلبي ما يسامح لك بكون نجي نزور القنصلية ولا مكتب هنا MPS ولا نزور الأهل، ده قلبي ما يسامح لي. لي الواجبات عشان لازم القنصلية هو زي بلدنا تشاد، والأهل الجالية القاعدة لازم نوصوم، فشان نحن في 2006 الرئيس فؤاد دعمانا اجينا في المملكة هنا فشان نوصو الجالية التشادية. وفي الواجب كمان أني مؤكد كان جيت ده واجب نوصيم، ويا أبائي إخواني إخواتي السلام عليكم. هسا حاليا أنا وقت جيت قدامكم ده ندور نوصيكم في شيء واحد، لازم نشكر رئيسنا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، نشكر له فشان ما قصر وقت الدكتاتورية الفصلة عن حسين عبر كلها، هو ما ريدي طلع ومشى برا وجاب لنا الحرية، فالحمد لله الحرية دي عشناها. وأنا ما نقول أنا، لكن من قبل هو مشى في الثورة كلها أنا منادي الهنايا، وقت هو قاعد في الثورة كلها أنا منادي الهنايا، فشان أنا نعرف مسيرة والشرف أنا أعرفه. نحن يوم واحد المرحوم إبراهيم إتنو أزمانا أزم أبوي إما الهاج حسن محمد الهاج آدم من بركودو الهاج حسيني عبد الرحمن إلا أنا بس صغير منهم، مشينا قدينا في بيتنا المرحوم إبراهيم إتنو. وقت مشينا الرئيس ذات وقت هو قائد العام للجيش الوطني، هو عند سنكسانكات وقت ده سنكسانكات هو عربية الرأس في تشاد عند سنكسانكات أبيض، ومرحوم إبراهيم إتنو عند سنكسانكات مخدر. أنا وإما وأما السكرتير والهاج آدم بركودو وهو راكبين في وتير واحد، هو لابس قلب جنيك وسروال أبيض وتاجيته أبيض. إما قال لي يا ولدي
أنا نوصيك نوصيكم ده شنو؟ اليوم إبراهيم حسين هبري أنت وزارة الداخلية وأنت أنت قائد العام للجيش الوطني، فكروا لنا فيكم. هو قال لي يا أمي أنت تعرفني، أنا ده زي خليج الأبيض ده، أنا ما نوثق نفسي، أنا نقول زي خليج الأبيض ده بس. فالحمد لله الصحيح هو راجل مش للجمل، في شات كلام القديم برضه كله كده تسمو، لكن هو شايل في دهر بس وماشي بشوف سيء هنايا بس. وهسا وقت الحالي هسا نكلمه فوق، هسا ماشيين في رابي الدولة. الرابي دولة ده اللي شنو؟ المشاور هسا حاليا في جمعنا ده مصلحته لنهنا التشادين الداخل والبرة. فالحمد لله يا تكل عيّة تشادي ده لازم ينتبه في التلفزيون ويشوف شيء على قاعد يبقى في الدولة. أنا ليلا ونهارا قاعد نتابع فوقها. فالحمد لله زي ما أنا هسه وريتكم في سيرة ذاتية حقي، بكون أنا ميدياتير ريجيونال هنا حجر لميس ورئيس هنا شيوخ التقليديين هنا حجر لميس. أنا إذا أمس كان ما جيت في جدة أنا كل وقت قاعد نقعد في المؤتمر، لكن قاعد نواصل بتليفون، قاعد نواصل بتليفون فوق فوق. أمس كلام الواسطة على المدياتير ده اليوم سلموا في يدنا عنين الملوك العباسية، ده كله شرف كبير. أسباب شنو؟ عشان نحن نعرف العادات والتقاليد، نعرف الاحترام بين الشعب، نعرف العادات بين الشعب. النادم الإدارة قاعد في مكتب ساكت دباري شنو؟ أنينا لو مسكين كان قاعد في قرشدرة كلها مرة وهلوة نعرفه. في ده فالحمد لله التشادين الحاضرين ده كلك أيدونا 99%. وزي ما نوريكم أن إحنا الملوك العباسية نساند إدريس ديبي 150%. نحن ما ندور برجال في الشات، ما ندور برجال في الشات، ندور العافية والأمن. إذا كان أنتو ذكرتوا مشكلة هنا بوجو هرم، إذا كان رئيسنا كان جمع ويجي فوق ده وقت مويت تشاد يبقى زي نيجيريا، يبقى زي نيجيريا. وقت هو واعي القوات المسلحة واعيين، طلعوا على بوكو هرام من جمعنا ومشينا تبعنا من ملاقات في نيجيريا في كاميرون أصبح ذلك. تقول لك النادي ما بعرف تخطيط عسكرية ده، ما قاعدين نايمين كيف بوكو هرام يجي يهاجمونا مش في مايدوغري وكده يهاجمونا. دونك في ده أي ما تشادي مصير أنا رئيسنا إدريس ديبي ده مصير بناعة، مصير بناعة. واجب أي ما تشادي ده خليه ساندة، كان برا ولا كان داخل. أني ناسا نوروكم ده ما شغلنا شغل ساكت الصراحة ينكلموكم بيا. هسا زي ما أنا كان جيت في كونسولية ولا جيت في الجالية ولا كان جيت في حزب أنا مكتب أنا حزب أنا ام بي اس ده مشان داير معلومات. المعلومات ده شنو؟ الأهل القايدين وأنا شفتهم كلمت معاهم ده كان للجالية كله نوري الشعب ده يهدى في جدة ده تعبانين مش اللي مش اللي مش اللي. كان للسياسة كله نوري الشعب ده تعبانين مش اللي مش اللي. كان للكونسل كله نوري الشعب ده تعبانين مش اللي مش اللي مش اللي. هسا انتوا في جدة تعبانين وتعبانين، تعبانين شنو؟ أمل ما في،
بطان بقول صغيرة كلها خطوا لك ارتباطات بكونها تكفي 200 ريال في الشهر، وكان سنة آخر يبقى 300 ريال في الشهر، كان آخر يبقى لك 400 في الشهر، كان عندك 10 ريال لو ما عندك أمل لك تسوي كيف؟ وكان قلت أنا مسافر كلها بقول له لا 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 إلا تكفي الضرائب دي كلها قبل تلقى وين؟ وأنا مستغرب الناس يمشي يبوه بيوتهم بملايين هناك في تشاد ويجي يقول بعد الإقامات ولا يشيلوا فوق البيوت هنا. شيء ده لازم إخواني خلوه. الرزق الله كان أنتك ده أهاف ده، إذا كان ما حفظته بقيت مبذر ده الله خلاص يرفع منك مرة واحد. ده مش النار ما بمشي بيها بيتها في تشاد بكم كم ملايين ويجي يصرف هنا أم باكر خلاص ينقتي ده. ده نادم ما عنده فكرة وخلاص بقى مبذر وربنا سبحانه وتعالى شال المال منه. ولي إخواتنا عين إخواتي وعماتي وبناتي، أنا زي ما قاعد نوصيكم نوريكم ما قدكم ألاسي أنتوا قاعدين هنا داخل جدة ده البلد ده ما بلدكم أفهموا زين. زي نادم كان جيد لي سلام عليك قال لي ولا تقول تيد ولا تقيل فوق ده ولا ما تعري ده تسوي كيف. الناس ده قال لين ولا نقول تيد ولا نقوم فوق يعني إلا نعرض نحل لين بلدهم. فكروا هسا تقعدوا في بيوتكم الزين هنا كم كم مليون تسووا في البيوت؟ لا 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 تقعدوا ضيوف فراشاتكم واليسكم خلاص جاهز كان قال لكم يلا ده خلاص ايدينكم تمشوا بس ده افضل. البلد محتاجه منكم، البلد محتاجه منكم. امس في الفورم ده كله بقول قول المراه والصبيان انت بس تاريخنا انا تشاد واجب زي ما هسا السيد الكونسل بكلمه بقول علينا البلاليات البلاليات اول زمان سابق في مملكه وداي بزويد البلاليات في شان هم سامحات ولا سامحات في النفس لا لا سامحات في الحال. المرأة كان سامحة كلها كان حالة ما طيب ده لا 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 سامحة ده ساكت لكن كان شينا كلها كان حالة طيب هي سامحة. الوضع شنو؟ الوضع في شان البلاليات كان راجل نايم كله بلبس بطنه هل جيعان ولا ما جيعان؟ كان جيعان ده حتى كان جونجو كله باجي بأكله كان ليل كله في دايا وكدنا دا وكت أنا عزمة وكت أنا عزمة وكت أنا هروب. النادم كان ما عندك رجال لما تقدر تحارب. البلاليات أهلهم معام وساكنين في عبشة عشان يكسبهم زوجوا بناتهم وبيقوا أهل اليوم عبشة عبشة كان فتشت ده قارة تمام بكل بلاد. وهي اللي واحد أنا مشيت لقيته وقت اللي نمشي عن جرس قال هي اللي ده الناس قال متى بنو متى بنو ده كله كل بلالة. والبلالة نورودة ما في الوداي هذا. اليوم كان خطيتها من تبستي التوبو تعال دم اللخايد الكامل تعال داخل العرب كل تلقى بلالة قاعدين فوقها. أنا مشيت في وادي جديد لقيت عرب حمر وقاعدين بجرسوا وبقول علينا عرب بلالة علينا عرب بلالة استغربت. أنا قلت بلالة حتى أحمر واسمه كيف؟ ناديت منهم بعدين جو لي أربع رجال قال علينا من الأصليين أنت شلت الملوك ونحن شلنا المال دونك ده يا هم قاعدين اصليين عرب نحن كمان خلاص في الزواج في شنو خلاص بقينا بلاله. يا اباهاتي اخواني
إخواتي وأمهاتي كلام هسا أنا قاعد نوري ده ما في شأن ساكت يا قاعد نوري نطلب منكم ذكروا الزين البلد ده ما خطاكم البلد ده ما خطاكم هسا إياكم وايدين الكربون مدون في الشاد ده قال إن خبرة أنا ورشة فيه المهندس فيه هسا اليوم كان مشيت في سانفيلا بقول قال اسمه دراج انا جنجبيل انا جنجبيل ما يعني يالكم المشي هنا ده عربيات الالكترونيه ده ما بعرفه ناس الزمان ده ما بعرف العربيات الالكترونيه لكن المشي من جده هنا ده كل العربيات الالكترونيه ده بصلوه طوالي بس في ده ناس الورشه الزمانيين ما لقوا كليان خلاص صموا اللي نزل لك قال هم دول الجنجو قال الله عمل مني والبلد هسه قاعد تنبني البلد قاعد تنبني هسه ناس اللي عندهم خبره هنا البني اليوم في تشاد ما عندنا مهندسين نشيفها من عرب كونتراكت عرب مصريين جزائريين نصارى بس قاعدين ببنوا العمارات الكبار كبار لكن انا نعرفه منكم هنا لسه قاعدين عندكم معرفه انا البني ده 100% ازيد من الناس لسه اجنبيين دول كلهم في ده واجب تسوي وسيله مع القنصليه القنصليه مش اللي يلتبط معاه شامبر دي كوميرس الشامبر دي كوميرس يبلغ بيكون كان فيها عمل ده يورلي الكونسيل على المهندسين القاعدين هنا ده يمشوا لنا هناك ويبنوا لنا البلد قاعد في بني البلد قاعد في بني وكان سميتو من جاي لقدام بعد الاجتماع هسه لما في جمعنا ده المشاريع كلها يخطو المشاريع كلها يخطو يعطوا كل حل يخط أدانا وللدولة إذا كان شيء في ده حل يرجع بلده والإيال الهسة تخلوهم هنا ساكت النصارى بقول له سفران سيلون الصغير كان ما تقيل ده ما يبقى راجل ولا ينفع أنت ولا ينفع الأهل ولا ينفع نفسه إذا كان تقيل ده يعرف مكان أنا إما مكان أنا إمتى بكان أنا خالة بكان أنا خالتة بكان أنا الأهل هسا اليوم إياكم الهنا ده وايدين ده كان سألت أنت نفرك شنو أنا بلالاي ولا أنا عربي ولا شنو كله ما يعرف ما يعرف ذاته كله دونك في ده إيالا لسا بجيب لكم أشياء ساكت تخسروا وما عندكم عمل ده رجعوهم هل يمشي البلد هناك رجعوهم هل يمشي البلد هناك يمشي يقروا قال انتوا اللي قلتوا شيء شيء عند رسول الله مصاريف ينفع نفسهم وينفوكم انتوا بهذا كله واجب القنصلية ده هو مسؤول بكم مسؤول بكم ليه الإيالة لسه قاعدين هنا ده هسا بجيب لكم درايب واجب هم يكلموا مع المسائل اللي هنا الدرايب لسه خطوه عمل ما في ده لازم يرفعوه لازم يرفعوه منكم في ده انا نطلب منكم نطلب منكم ديما كونوا مع قنصليه حقكم كونوا ديما مع الجاليه هناكم كونوا ديما مع حزبكم الام بي اس بقول النادم كان عندنا عال في رجلينا ده شك ما بط أنا والنادم بقول أكل ما شبعان ما تأكل ما جيعان النادم الشبعان ده كان أكل كله بخلي لك تأكل لكن الجيعان ده بخلي لك ما يخلي لك أنا جيت في جدة 4 مرات ويشهدوني الأهل يشهدوني الأهل أنا قلت لهم الحزب ده الحزب ده ما خشم بيت الحزب ده هو سياسة عن الدولة
كان إذا خشم بس تقول أنا حزبي ده لا 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 ما يمكن. تعالوا كان حزب أنا سيندس ده كان إذا منصور ده منصور في شات كلها ما أنيني أنا أنصره. أنينا رئيس الحاكم ده لازم نكون معايا ليلا ونهارا. فشان أسباب نادم كان عند نال في رجلينا ده شوك ما بس أنا. يودا يشهدني الأمين العام هنا أمبس هنا جدة 47 مكتب ده صلموا في إدارة أمبس. عديل ولا ما عديل؟ دونك في ده نطلب منكم الأحزاب ده قايدين لكن نادم لسه حاليا حاكم والزمان في إيدينا ده. أنت كان قلت ما تتعبيد ما أنت مستعبان خلينا تعبوا وكل يختم بينا يبني لنا بلدنا. الأمور دي عند الله. أني ناسا كان تقول ما ندور كلها كان الله كمان قال يقعد كن فيكون ده نقدر نصلوها ما نقدر نصلو. دونك كل شيء كله من أمور الله. مرق بثلاثة عربية جاب بثلاثة ألف عربية شال الملوك دم اللقايد اليوم 25 سنة قايد ما الله بس أمره. إنساني كان تقول كي كله الله قال كن فيكون ده يكون بس. في دا يا أبهاتي إخواني أمهاتي إخواتي دونك وسيتي دا ما ساكت انت الأصل قايدين هنا وكن نقول على البلد تعليمكم دا. أنا نشكر إخواننا الكنمبو وإخواننا القرآن نشكرهم كثير. نشكرهم شنو في فكرهم إذا هم كان أشرة دا يلوموا على ثم التمائن دي يقودوا والتنان دي أنتم قروش يلا أمشي تاجروا لنا ولا مشي دبي ولا مشي الشين ولا مشي كيكي يتاجروا بعدين معلوم ده يحزبوا بلا خيانة بلا تعب. ده فكرة جيد. ونقول بلدنا أرض زراعي أنكون في تلات شهور. أنا قلت لي سيد الجوفرنير أنا قلت كانتون حقي أنا مويت ده ندور نسوي أرض زراعي في حجر لميس نمر واحد. فالحمد لله حصل في حجر لميس هو نمر واحد. السمسم لسه قاعد تنباع في الخارج زي في تركيا. كان قلت السمسم ده أنا جبته من مويتو ده نمر واحد ينباع. دونك كان شفت في تيلي أول نقوله أننا شهرنا متر بإيدين بعدين وقت بالحراتات ده قلنا ما هكتار وقت التركتارات هسه جو ده نقول كيلومترات. إذا كان ما فكرت في شيء ده أم باكر أصبح وقت كان رجعته ده ما تلقوا تراب ما في من هسه فكروا ناس خمسة ستة أشهر لكم تراكتر سووا لكم مشروع. القايدين هنا يقعدوا التراكتر وقت كان سويته مشروع هناك ده كان هربته هناك وخلاص ده طهرته للأهل. الأهل إذا كان لكم حق بأربعة ألف حقكم كان بثلاثة ألف كلها تستفيدوا فوقها تنفوا الأهل ومشروعكم كله تنجح. أنا نوريكم أنا عندي ثلاثة هكتار ثلاثة تراكتر عندي ثلاثة تراكتر واحد ماهندرا واحد ساتو تراكتر واحد كمان سيني كمان صغير أزيد من ده المكرر إيدان. أكون كان شفتو خدمة القاعد ما خدمة ده فالحمد لله عجيب ده ليش ننظر نقدم مصر لأهلي يقول سلطان كله قاعد بحر دي نحن كله نحرته. وفي مويتا نوريكم أي نسوان بس 150 شوال صافية هنا أنا فوق يسلوك أي بس قدام كفيدة أهلي بدون فريق يعطوكل خليه يذكر إذا كان ما ذكرته أنت خلاص تقعد هنا في الكليماتيزر في الحلو. كان رجعت البلد كمان خلاص أصبح الأرضية كلها خلاص ناس خلاص زرقوه وخلاص أنت أصبح ما تلقوا شيء. كان جناين
والله كان زراعه قموا فوق يعطوك الله اللي يسوي مشروع في داره. لا اخواني الممثلين الملوك العباسيه، انا نشكركم كثير بكون انا جيت ده 65 خلفاء هنا الملوك العباسيه ده كل كما سلموني وقدروني. بكون انا جيت ده ما نمثل مويتو هذا بس، ازاي نمثل سلاتينهم كلها كده. حتى هنا عملا دوبا قام اجتمعوا وشاوروا وخطوا خليفه جولي قونوا وروني. انا طوالي ناديت الشيف ده كان تعكم قلت يا ولد اهلنا القاعدين في جده ده شاوروا وخطوا خليفه فلان ومكتب حق فلان مش اللي مش اللي مش اللي مش اللي. هو قال طوالي خلاص شيله انا نجي نسوي له الرسمي ونرسلوا نودي في ده. انا نكلمكم اليوم انتوا قاعدين هنا مع القنصلات، القنصلات ده واجب اقروا في ايدينكم عشان هو ممثل الرئيس الجمهوريه ممثل الدوله. اذا كان ما مسكتوا في ايدينكم ده شيء يمشي لكم عديل كان ما في. امسكوا في يدكم، كان عندكم اشياء كلموا واصلوا معايا يقدر لكم حوائجكم. هسه اذا كان انا جيت هنا نسمع بقول التشاجين كان كربوم في شميش كلها القنصليه تمشي والسعوديين بيسلموا لي رسميا، ده كله تقدير كبير، ده كله تقدير كبير. لكن اذا كان انت زدتوا ده يبقى ازيد من ده، يبقى ازيد من ده. في ده نتمنى منكم الخلفاء، الخلفاء لسه قايدين ده الاعداد والتقاليد ده هناكم. انا نطلب من الجاليه القاعده كلها اذا كان عندكم عقدين هنا فاتح هنا الزواج ده تعالوا افطوه في مكان الخلفاء عشان الريال والريالين التخلد يقدر يمشين، يقدر يمشين. والخلفاء كلها ليلا ونهار كان عندكم مشكله ده يقدروا يوصلوا للحاكمة ويهلوا لكم مشاكلكم. وثانيا نرفع يدنا لله، نرفع يدنا لله. الله قال كي أسألوني كان سألتوني في الهوف ده أنا نفزاكم أرفعوا يدكم لله. كان سألت ده الأزمة لسا قاعد ده كله الله كان قال آمين ده أنا إيال أنا شنو أنا ما قاعد ده كله كان الله قال آمين ده يرفع عنكم. السلام عليكم. بعد أن استمعنا إلى كلمة السلطان عبد الرحمن أبي متلمة آل قداي، لدينا درع مقدم من الخليفة حسين بمناسبة قدوم السلطان عبد الرحمن أبي آل قداي إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة والزيارة. يتكرم أبناء ميتو بالمملكة العربية السعودية وعلى رأسهم الخليفة حسين حسن شيخ آل قداي، يقدم شهادة شكر وتقدير للقنصل العام السيد نور شورمي على المجهودات الجبارة في خدمة الجالية التشادية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، سائلين لله لهم التوفيق والسداد. اللهم يعافيكم من مصائب الدنيا واللهم يرجيكم في مرض في الصحة والسلامة. خلاص باقي اليوم ان شاء الله بكره زي وكيلنا ده انا نسافر الى البلد ونتمنى لكم الخير وطول العمر والنجاح في عملكم. فما ننسى اخواننا ساعدوني وشرفوني نشكرهم كثير، نشكرهم نشكرهم كثير. ولا ننسى ابدا الشباب والبنات ناس التنظيم والبروتوكولات العلم حزب زعل كل لكن نشكرهم كثير وكثير. السلام عليكم.